طبعا غياب الرؤيه الاقتصاديه او غياب الاستراتيجيه الاقتصاديه للدوله بخصوص وضع الدولار وصرف الدولار احنا نطالب ان يكون صرف الدولار لمن يحتاجه من قبل البنك المركزي بدون وساطة المشكلة الوساطة هم اللي ضاربون ويصعدون الدولار بينما لو يتخذ البنك المركزي إجراءات بمنح الدولار لمن يستحقه ومن لمن يحتاجه مباشرة بدون وساطة هذا واحد اثنين منذ أن تذبذب صرف الدولار نلاحظ توقف العمل وشلل الحركة التجارية والاقتصادية في جميع العراق في المثنى في أكثر يعني نشوف انتم جاي تلاحظون زور الاسواق وشوفوا الاسواق وخاصه الاسواق المواد الغذائيه يعني شلل تام بالعمليه الاقتصاديه بمحافظه المثنى